الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية وأكثرها سكاناً، لكن ليست هذه كل الحكاية. بيوت عادية متناثرة وكأن حياة طبيعية تسري هنا، لكن أيضاً هذه ليست كل الحكاية. هنا في بلدتها القديمة كل الحكاية. هاي المناطق هي مناطق احتكاك دائم مع الإسرائيليين، هو الممر الرئيسي له من الجهة الثانية للمنطقة، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهناك إغلاقات. الآن هي منطقة عسكرية مغلقة، بيكون بديل له فإنه يطلع من نافذة بيته زي ما أنت شايف، محطوط سلم منشان يعني يقدر يدخل ويطلع لبيته. وصلنا إلى البلدة القديمة في الخليل، يعني نصحت بأن أرتدي السترة الواقية لأنها تعد منطقة عسكرية مليئة بالتوتر اليومي الذي تشهده هذه المناطق، لكن الآن سنجتاز الحاجز الأساسي الذي يعد يعني يصل إلى منطقة التماس الأساسية بين المستوطنين والفلسطينيين. أبراهام أو أبراهام أو إبراهيم هو نبي للديانات السماوية الثلاث، لكن هنا الحرم الإبراهيمي تحول إلى نقطة تماس بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين. الذي يمشي في هذا الشارع يرى بأنه تحول إلى شبه ثكنة عسكرية. هاي سووا